أهلا بكم في النشرة الاقتصادية. أعلن التمكين عن فتح باب الترشح لجائزة البحرين لريادة الأعمال لهذا العام، والتي تقام للعام الثاني على التوالي تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. ويشارك في دعم الجائزة هذه السنة كل من مجلس التنمية الاقتصادية وبنك البحرين للتنمية ووزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة إرنست أند يانج البحرين والمركز العربي الدولي لريادة الأعمال والاستثمار اليونيدو. وتهدف الجائزة إلى خلق بيئة متكاملة تشجع الأفراد على تحويل أفكارهم التنموية إلى عمل بناء، إضافة إلى تنمية الأفكار الريادية وجعلها أساساً متيناً لتطوير الاقتصاد الوطني. عندنا توجه في الوزارة أن احنا ندعم المؤسسات الصغيرة من بدايتها كمتناهية الصغر إلى المتوسطة والأسميز، يعني اللي هي الصغيرة والمتوسطة. والطموح هو إن شاء الله أن احنا ناخذ رواد الأعمال البحرينيين ونبتدي معاهم من أول الخطوات إلى أن يكبرون عملهم. الحقيقة النسخة الثانية فيها عدة أمور من الدروس المستفادة واللي سمعناها من العام الماضي. نقطة مهمة هي زيادة الشفافية والحوكمة في الإجراءات، فبتتم عملية إعلان النتائج والمرحلية وتوضيح آلية التقييم.